السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نبدأ موضوع جديد اللي هو ريكتانجولار تشابتر إليفن، اللي هو عم بتحدث عن الريكتانجولار كوردينات in three space. قبل كنا نعرف rectangular coordinate in two space اللي هم بدلالة الx والy. هلأ بدنا نتعرف على نظام إحداثيات جديدة in three space، يعني بدلالة x y و z rectangular coordinates in three space. قبل ما نحكي عن الريكتانجولار كوردينيت ان 3 سبيس نتذكر الريكتانجولار كوردينيت ان 2 سبيس اللي هو R2. هي محور الاكس، هذا البوزيتيف وهذا السالب، وهذا محور الواي. فلما كنا نعين النقطة 2 3 تبعد من محور السينات وحدتين والصادات 3 وحدات وتقع في الربع الأول، فهي ريكتانجولار كوردينيت x y. لو كانت البوينت minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 فهي تقع في الربع الثالث. فهذا الكوردينات كان عبارة عن 2 سبيس. هلأ بدنا نتعرف على كوردينات ان 3 سبيس بتكون من 3 محاور. المحور الأول هو هذا x الموجب، وهذا المحور اللي هو y، والمحور الثالث اللي هو عبارة عن z. وهدول الثلاث محاور حيكونوا أكيد متعمدين، بس ما حيكون عنا هون أربع، حيكون أثمان، يعني رح ينقسم البلين اللي عنا إلى ثمان أثمان. هلأ هذا الإكس هو محور السينات الموجب، امتداده محور السينات السالب. هذا الواي البوزيتيف، امتداده حيكون الواي نيجاتيف. والزد امتداده حيكون هاد هو عبارة عن الزد النيجاتيف. فهذا الكوردينات ان 3 سبيس، فالنقطة التي تقع في هذا المستوى رح تكون إحداثياتها هي عبارة عن x y z. يعني for example لو بدي أشوف النقطة 2 3 4، هلأ لاحظ 2 هي ال x و 3 هي ال y و 4 هي ال z. تخيل انه عندك فقط ريكتانجولار كوردينات 2 3. هلا 2 3 في الاكس واي بلين لو بدي اعينها، هاي هون 2 وهون 3، هاي النقطه هي عباره عن 2 3 هاي في الاكس واي بلين. لكن الان في عندي الاحداث زد، معناته بدي امشي لفوق بمقدار 4 يونت باتجاه محور الزد الموجب، فالنقطه سوف تكون هي عباره عن 2 3 4. اي نقطه تقع على محور الصادات سوف يكون إحداثياتها 0A0. أنت بال 2 سبيس كنا نحكي 0A، هلأ في 3 سبيس بده تكون 0A0. أي نقطة على محور السينات سوف يكون إحداثياتها A0 0، وأي نقطة على محور الزد رح يكون إحداثياتها 0 0 مثلا A. Now ال XY بلين هو عبارة لبلين المستوى هو عبارة عن سطح، يعني سطح الكتاب هو عبارة عن بلين، سطح الديسك هو عبارة عن بلين. فالإكس واي بلين تكون زد إيكوال زيرو، والواي زد بلين، الواي زد بلين سوف تكون الإكس بتساوي زيرو. يعني إن 3 سبيس لما نقول Z equal 1 لا يمثل خطوة، إنما هذا يمثل بلان. وإذا حكينا عنا ال Y Z بلان، ال Y Z بلان معناته إنه سوري حكينا عن ال Y Z بلان، ال X Y بلان. لو أخذنا ال X Z بلان بتكون ال Y 0. لو أخذنا ال X Z بلان لو أخذنا الـ x z بلين بتكون الـ y 0. هلأ الأشياء اللي كنا نعرفها في الـ 2 space بالـ R2 بدي أعممها إن 3 space. So remark، المسافة بين الـ
المسافة بين نقطتين، كنا نعرف إنه المسافة بين نقطتين هي عبارة عن x2 minus x1 الكل تربيع زائد y2 minus y1 الكل تربيع تحت الجذر. هلا رح تكون عنا المسافة بين نقطتين in 3 space in R3، ما هي distance between two points وهدول البوينتس وين موجودين؟ in 3 space يعني in R3. فالمسافة بين نقطتين رح نعمم القانون اللي كنا بنعرفه في بعدين ل 3 space اللي هو رح يكون عبارة عن x2 minus x1 square زائد y2 ناقص y1 square plus z2 minus z1 square، وكل هذا المقدار under the square root. أوكي، منتصف المسافة بين نقطتين midpoint كانت عبارة عن midpoint منتصف المسافة the midpoint between two points in R3 هي عبارة عن x1 plus x2 على 2 إحداثيات منتصف المسافة y1 زائد y2 على 2. هذا القانون كنا نعرفه in two space. now in three space رح نزيد الكوردينات z اللي هو z1 plus z2 over 2. in two space كان عنا معادلة دائرة، الدائرة كانت تمثل x تربيع زائد y تربيع equal r square. in general لو كان عنا هاي المعادلة x minus a square زائد y ناقص b square زائد z ناقص c square equal k، هاي المعادلة إيش رح تعطينا؟ بيعتمد على قيمة k. هلأ قد تكون k positive، k أي عدد، قد تكون k positive وقد تكون k بتساوي صفر وقد تكون k negative. إذا كانت k positive هذا الشكل لا يصبح دائرة in 3 space، يصبح الشكل عبارة عن solid اللي هو كرة، رح يعطينا الشكل كرة، وهاي الكرة مركزها رح يكون A B C ونصف قطرها جذر الك. إذن إذا كانت k positive معناته ما هو الشكل؟ لو قلنا describe the surface رح يكون الشكل هو عبارة عن sphere. السنتر رح يكون له عبارة عن ABC وما هو الradius؟ رح يكون الradius هو عبارة عن جذر الك. وإذا كانت k equal 0 طلع على المعادلة، شو هو الإشي رح يحقق هاي المعادلة إذا كانت k equal 0؟ واضح إنها هي عبارة عن point، ومين هي البوينت اللي رح تحقق المعادلة؟ a b c. ولكن إذا كانت k عدد سالب مستحيل يكون هناك في شكل y، هذا الرقم positive، الرقم الأول x ناقص a square positive وهذا الرقم الثاني y ناقص b square positive، فهدول كلهم أرقام موجبة مستحيل يكون مجموعهم بيساوي رقم سالب. فإذا كانت k is negative there is no curve، ما حيكون عنا هناك أي شكل. فالسؤال الأول اللي بدي أسألك يا إنه نجد معادلة السفير، والسؤال الثاني أعطيك معادلة السفير وتقدر تحدد نصف القطر والراديوس. so for example find the center and the radius of the sphere المعادلة الأولى لو أعطتك إياها بالستاندرد فورم اللي هي عبارة عن x ناقص 3 تربيع بلس z سكوير بلس y ماينس 1 سكوير إيكوال 2، هاي تمثل سفير، ما هو السنتر إلها؟ رح يكون 3 1 0، وما هو الراديوس؟ الراديوس رح يكون هو عبارة عن جذر
التنين. يعني مش مشكلة ترتيب، كتبنا زد واي، بدك تلاحظ إنه سنتر أول إشي عنا الإكس الواي والزد. لو أخذنا معادلة السفير بهاي الطريقة اللي هي عبارة عن إكس تربيع زائد واي تربيع ناقص واي زائد زد سكوير إيكوال زيرو، رح أضطر هون أعمل إكمال مربع فقط للمتغير y. عشان نعمل إكمال مربع للمتغير y، x سكوير زائد y سكوير ناقص y. ما هو معامل ال y؟ واحد نصه حيكون ربع، صارح أضطر أضيف ربع وأطرح ربع زائد z سكوير بتساوي زيرو. هلأ هاي المعادلة بإمكانك إنك تحللها، فإيش رح تعطيك؟ رح تعطينا عبارة عن X تربيع زائد Y ناقص نص الكل تربيع زائد Z تربيع، أنقل الربع للطرف الثاني 1/4. فهذا العدد موجب أكيد الشكل كرة، لو طلعت الربع سالب ما حيكون في عنا شكل. ومن هون هذا الشكل هو سفير، ما هو السنتر؟ زيرو نص زيرو. وما هو نصف القطر؟ الراديوس. وما هو الراديوس؟ الراديوس رح يكون عبارة عن جذر الربع اللي هو عبارة عن نص. حاول انت براكتس اكتر انك تجد السنتر والسفير، تجد السنتر والراديوس للسفير اللي معادلته X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع ناقص 3X زائد 4Y equal 0. طبعا ممكن أسأل السؤال بطريقة تانية، أخلي هذا الرقم K، وما هي قيمة K التي تجعل الشكل سفير؟ فلازم K إنها تكون دائما هون موجبة، لأنه لو كانت K سالبة ما بيكون عنا الشكل سفير. السؤال الثاني إنه مش إنك تلاقي السنتر والراديوس، إنك تجد معادلة السفير. لإيجاد معادلة السفير نحتاج إلى المركز والراديوس. So find an equation of the sphere. أول حالة أعطيتك السنتر هو عبارة عن النقطة 2 1/4 والراديوس equal 2. من معادلة السفير مباشرة هي عبارة عن x ناقص 2 تربيع plus y minus 1 square plus z plus 4 square equal r تربيع اللي هي 4. لو غيرنا المعطيات بدنا الإكويشن للسفير، السنتر 1 0 minus 1 والدياميتر، الدياميتر 6. دياميتر يعني قطر، إذا كان القطر 6 فأكيد الراديوس رح يكون 3. وكمل أنت بنفس الطريقة بإمكانك أنك تحلها، وتلاتة حاول أنك تفكر فيه. الدياميتر إنه القطر، يعني أعطانا القطر، أعطانا النهايات إله، هاي البوينت وهاي البوينت، فبدك أنت تجد نصف القطر. أكيد نصف القطر في بإمكانك أكثر من طريقة، إنك تطلع المسافة بين نقطتين وتقسم على 2، أو تجد منتصف المسافة وتجد طول نصف القطر. سو الدياميتر has end points. End points اللي هم minus 1, 2, 1 and 0, 2, 3. والسؤال الثاني اللي هم work describe the surface. عشان تصف هذا السيرفس أكيد بدك تكتبه
بشكل معادلة الكرة، إذا وجدت كي موجبة فهي كرة، وإذا كانت كي سالبة ما حيكون عندك في شكل، وإذا كانت كي equal zero فسوف يكون الشكل point. x square plus y square plus z square minus 2z minus 1 equal zero. بدنا نحاول نتعرف على إيش مفهومنا للفيكتورز. بدنا نعرف what do we mean about vectors، وبالإضافة للفيكتورز بدنا نتعلم إنه يا ترى هل ممكن إنه نضيف فيكتور مع بعض؟ هل ممكن نطرح؟ هل في عملية ضرب معرفة على الفيكتور؟ وإذا كانت عملية الضرب معرفة، كيف في إمكاننا إنه نجري عملية الضرب للفيكتور؟ هلأ كمفهوم الفيكتور، المتجه هو مش مفهوم جديد عليك، أكيد مر عليك بالفيزياء. هلأ ما أجي أرسم أنا فيكتور بهاي الطريقة، أي فيكتور حيكون إله ماجنيتيود وحيكون إله اتجاه. فلما أرسم الفيكتور A، هذا الفيكتور أعطاني اتجاهه. لما أجي أعمل الفيكتور مثلاً 2A، إيش علاقته بالفيكتور A؟ إنه نفس الفيكتور A، مجرد إني ضربته باثنين فهو إله نفس الاتجاه، لكن الماجنيتيود زاد عنا 2 يونت. Otherwise لو كان عنا فيكتور minus 2A كماجنيتيود له نفس الماجنيتيود ل2A، ولكن إشارة النيجاتيف عكست عنا الاتجاه. In 3 space في عنا الفيكتور I. ما هو الفيكتور I؟ هو فيكتور طوله وحدة واحدة باتجاه محور السينات. هدول الفيكتورز بتعرفهم من الفيزياء. عندنا الفيكتور J هو فيكتور طوله وحدة واحدة لكن باتجاه أي محور؟ ال Y axis. والفيكتور K هو عبارة عن فيكتور، لكن هذا الفيكتور باتجاه أي محور؟ باتجاه، يعني it is unit vector، لكن باتجاه أي محور؟ Z axis. السؤال كيف بإمكاننا إحنا نعبر عن الفيكتور؟ أول طريقة كنت ترسمه بسهم وأعبر عن هذا الفيكتور. فالسؤال اللي بدي أسأله now، how to represent vectors. طبعاً أنت أخذت الفيكتور إنك تمثله in two space، فكنت تعبر عن الفيكتورز in two space بدلالة I و J. أكيد رح نعبر عنه in three space بدلالة الكومبوننت. فأول طريقة لكتابة الفيكتور، الفيكتور V بقدر أكتبه بدلالة الكومبوننت A1 A2 A3. هاي الكتابة تكافئ نفس لو كتبنا الفيكتور A1I plus A2J plus A3K. هلأ في الـ 2 space كنت تكتبه فقط A1I plus A2J، فإحنا رح نشوف الفيكتور في R3 مكتوب بهاي الطريقة. فلو كتبناه بالنوتيشن الأول أو بهاي الطريقة نفس المعنى حيكون إلنا. قد لا يعطى الفيكتور مباشرة، قد يعطى إليك الفيكتور الـ initial point، يعني أعطيك الـ initial point B1 كانت هي النقطة X1 Y1 Z1. هاي نقطة البداية the initial point. وأعطيك نقطة النهاية، هذا الفيكتور موجود في R3 اللي هي B2 اللي هي X2 Y2 Z2. فهاي النقطة B2 هي التيرمينال بوينت. هلأ لو شكلنا فيكتور B1 B2، هذا الفيكتور بيعني لي إنه نقطة النهاية B2 والبداية B1، يختلف عن الفيكتور B2 B1 فقط في الاتجاه، لكن كماجنيتيود حيكونوا لهم نفس الاتجاه. So ما هو الفيكتور B1 B2؟ هو عبارة عن نقطة النهاية اللي هي X2 minus X1 Y2 minus Y1 and Z2 minus Z1. فهذا الفيكتور اللي حصلت عليه مجرد هو عبارة عن نقطة
نقطة النهاية ناقص نقطة البداية اللي كانت موجودة عندنا. برضو بدنا نتعرف على كمان إشي للفيكتور. إيش المقصود بنورم الفيكتور؟ هلأ لو أخذنا إحنا الفيكتور V، هذا الفيكتور V كان هو بدلالة مثلا كتبته XY، يعني هو عبارة عن XI plus YJ. هذا الفيكتور لو أخذنا ستاندرد فيكتور مع الأوريجين، هاي النقطة هي XY وهاي النقطة هي 0 0، وهذا يمثل الفيكتور V. لاحظ هاي المسافة X وهاي المسافة Y. كم طول هذا الفيكتور؟ X تربيع زائد Y تربيع، معناته النورم للفيكتور. ما هو نورم V؟ نورم V رح نرمز له بهذا الرمز، هو طول هذا الفيكتور اللي هو عبارة عن السكوير روت لX تربيع زائد Y تربيع. هذا النورم بدي أعممه للفيكتور لما يكون in 3 space. معناته هلأ بدنا نحكي شوي about ما هو النورم للفيكتور. So norm of a vector. Let V هو عبارة عن فيكتور. هذا الفيكتور بتكون عنا من ال A1 A2 A3. هذا الفيكتور in R3 in 3 space، وهذا الفيكتور بإمكاني أكتبه بطريقة تانية اللي هو نفسه A1I plus A2J plus A3K. then ما هو نورم الـ V؟ then نورم الـ V رح أرمز له بهذا الرمز donated by نورم الـ V اللي كنت بعرفه in 2 space اللي هو الطول اللي هو كان يمثل هون وتر بالنسبة لهذا المثلث القائم. رح أعمم هاي النتيجة in 3 space. ما هو نورم V؟ هو الـ square root لـ A1 square plus A2 square plus A3 square. هلأ لاحظ للنورم، النورم دائما حيكون موجب، النورم always positive، مستحيل إنه يكون عنا النورم سالب. so not نورم ال V دائما أكبر أو يساوي صفر. قد يكون النورم زيرو إذا كانت ال V هي عبارة عن الزيرو فيكتور. نورم K في V، K هي عبارة عن رقم، الرقم ما بيطلع لبرا بنفس الإشارة، لما أطلعه لبرا هو القيمة المطلقة لك عشان أضمن إنه النورم ضل عنا موجب في نورم الـ V. النورم زي الـ absolute value لا يوزع في الجمع، يعني لو كان عنا نورم U plus V هذا الترم لا يساوي نورم الـ U plus نورم الـ V، لكن نورم U plus V حيكون أقل أو يساوي نورم الـ U plus نورم الـ V. أوكي، رح نعرف إشي اسمه اليونت فيكتور. ما هو اليونت فيكتور؟ The unit vector هو عبارة عن vector طوله وحدة واحدة، وسوف نحصل على unit vector أي vector V أقسمه على طوله رح أحصل على vector طوله وحدة واحدة. معناته ال unit vector بإمكاننا إنه نحصل عليه من أي vector بس مجرد إنك تقسمه على طوله. فال unit vector has magnitude 1، حيكون إله النورم 1. إذن هذا الفيكتور إيش خاصيته؟ إله خاصيتين. الخاصية الأولى إنه has norm 1، حيكون طوله وحدة واحدة. والخاصية الثانية نفس اتجاه V، حيكون يوازي V ونفس الاتجاه، معناته رح يكون إله has the same direction of V.
خلينا كل هاي المصطلحات اللي أخذناها نحاول نحل مثال نوضح إيش هو النورم، كيف الفيكتور حيكون هنا. So for example, let U equal 1 minus 3 2، فهذا فيكتور في R 3. وأخذت another فيكتور اللي هو V، اللي هو عبارة عن 2 minus 4. Find 1. لو بدي أجمع U plus V، جمع الفيكتورز رح أجمع الكومبوننت. يعني لو واحد بدنا نجد الفيكتور U plus V، ما هو U plus V؟ مجرد رح تجمع 1 زائد 2 اللي هي 3، ناقص 3 زائد 2 سالب 1، 2 ناقص 4 اللي هي سالب 2. عم بجمع الكومبوننت. لو حكينا ما هو نورم اليو، نورم اليو حسب التعريف اللي عرفناه هو عبارة عن السكوير روت لواحد زائد 9 زائد 4، اللي هو بيساوي السكوير روت لل14. لو حكينا ما هو النورم ناقص 3 يو، بإمكانك تحل هون بطريقتين، تضرب اليو بناقص 3 وتجد النورم، أو الناقص 3 لما أطلعها لبرا رح تكون 3 في نورم اليو اللي هي بتساوي 3 في جذر 14. لو طلبنا ما هو نورم الفي، نورم الفي هاي الفي أعطانا إياه اللي هو عبارة عن السكوير روت لا 4 زائد 4 زائد 16، ربعناهم 16 و 24 the square root للي 24. ما هو نورم U plus V؟ أكيد U plus V هذا يمثل فيكتور أنا already أوجدته، فأنا بدي أوجد النورم إله، هو عبارة عن the square root لتسعة زائد واحد زائد 4 اللي هي قديش رح يعطينا نورم اليو بلس في، مش جمعناهم واثنين ماينس يا سو 9 بلس 1 هو رح يعطينا جذر 14. اوكي لو حكينا ما هو يو اوفر نورم اليو، يو اوفر نورم اليو هو فيكتور، وهذا الفيكتور حيكون طوله الماجنيتود إلى 1 يونت. طبعاً الفيكتور يو هو عبارة عن 1 ناقص 3 2، بدي أضرب هذا الفيكتور في 1 على نورم اليو، يعني في 1 على جذر 14. ناو لو جينا حكينا ما هو نورم U over norm U، هلأ هذا المقدار هو عبارة عن unit vector، فالنورم إله رح يكون equal 1. ولو ما لاحظت إنه unit vector وحاولت تجد النورم رح يعطينا الجواب إنه قديش equal، حيكون الجواب equal 1. Now لو سألنا نفس السؤال بدنا find a unit vector، find لنفس السؤال find a unit vector، find a unit vector in the opposite direction، in the opposite direction of u. of u. هلأ انت هون بإمكاني أنا أجد unit vector unit vector بنفس اتجاه u. هلأ إذا بدي unit vector بعكس اتجاه u رح نضرب رقم 6 بسالب، معناته ما هو unit vector؟ هو عبارة عن سالب، هو عبارة عن سالب 1 على جذر 14 1 سالب 3 2. هذا الفيكتور شو ميزته؟
إنه رح يكون طوله وحدة واحدة ولكن عكس اتجاه U. يعني إذا كانت U بهذا الاتجاه رح يكون طوله 1 يونت ولكن عكسه بالاتجاه. لاحظوا العلاقة بينهم they are parallel. يعني رح نقول إنه two vectors are parallel إذا كان واحد is a scalar multiple of the other. أوكي. For example, find a vector of length 4 that has the same direction that has the same direction of U. ومين هي الفيكتور U؟ الفيكتور U هو عبارة عن ناقص 3 0 4. هلا شو المطلوب منك؟ مطلوب منك فيكتور طوله 4 يونت وله نفس اتجاه اليو. اول خطوه بفكر احصل على يونت فيكتور، احصل على فيكتور طوله وحده واحده. معناته اول اشي بدنا نجد نورم اليو. ما هو نورم اليو؟ هو السكوير روت 9 زائد 0 زائد 16 اللي هو ايكوال 5. بحصل ناو على يونت فيكتور. مين هو اليونت فيكتور الموجود عندنا؟ اليونت فيكتور الذي له نفس اتجاه يو هو عبارة عن 1 على 5 في سالب 3 0 4. إذا هذا الفيكتور طوله وحدة واحدة وله نفس اتجاه الفيكتور يو، لكن المطلوب منك بدك فيكتور قديش الماجنيتيود إله 4، سو رح أضرب هذا الفيكتور بكام؟ بأربعة. متى بضربه بسالب 4؟ لو قال لك بدل the same in opposite direction، معناته إيش الجواب؟ لو حطيت لك أنا إجابات A، أعطيتك إجابات A سالب 3 على 5، 0 4 على 5، هذا الجواب خطأ لأنه هذا طوله وحدة واحدة بنفس اتجاه يو ما رح أختاره. بي لو أعطيتك جواب اللي هو كان عنا سالب 12 على 5 0 و16 على 5، هذا الفيكتور اللي هو أنا ضربت هذا بمين؟ بأربعة، فرح أختار بي. لكن لو حطيت لك الإجابة C كانت 12 على 5 0 سالب 16 على 5، هذا هو فيكتور طوله 4 ولكن عكس اتجاه A، فالإجابة الصح إنه مجرد هذا الفيكتور فقط رح نضربه بأي رقم، رح أضربه بالرقم 4، فسو 4 في ناقص 3 ناقص 12 على 5، 4 ب 0 0، 4 في 4 16 على 5. Find a unit vector that has this same direction from the point. هون ما أعطاك الفيكتور، أعطاك الـ initial point إلو الـ terminal point. From the point 4, 1, minus 3, 2, the point 4, 5, ناقص 3. يعني لو سميت هاي الـ point B1 وهاي B2. أول خطوة بدنا نحاول نحصل على الفيكتور، لأنه ما أعطانا الفيكتور بدلالة الـ component، يعني أعطاني هاي الـ initial point P1 والterminal point B2، هدول رح يشكلوا فيكتور. فأول خطوة نحصل على الفيكتور اللي هو P1 B2. ما هو الفيكتور B1 B2؟ 4 ناقص 4، 5
minus 1, minus 3, minus minus 3. فهذا الفيكتور هو عبارة عن 4 ناقص 4 0, 5 ناقص 1 4, ناقص 3 زائد 3 0. فهذا هو الفيكتور اللي حصلنا عليه. هلا احنا بدنا يونت فيكتور, بدنا يونت فيكتور. بدي احاول اجد اليونت فيكتور, ما هو بي نورم بي 1 بي 2؟ هو الجذر التربيعي ل 16 رح يطلع النورم له 4. فحتى احصل على اليونت فيكتور الذي له نفس الاتجاه رح اقسم هذا المقدار على 4, اللي هو رح يكون 0 1 0. فعليا هو اي فيكتور الجي. فهاي الكتابة هي نفسها بتمثل هاي. لو طلبت منك فيكتور طوله 5, رح أضطر أضرب هذا اليونت فيكتور بخمسة, وسوف يكون هذا الفيكتور طوله 5 وحدات وباتجاه الفيكتور بي 1 بي 2. أوكي, طبعا بإمكاننا إنه نجد فيكتور إذا أعطانا الزاوية اللي بيصنعها مع محور السينات. So find a vector of length 2 that makes an angle of pi over 4 with positive. طبعا هذا الطريقة عم بقى, يعني هذا الفيكتور هو in 2 space in R2 with positive x axis. هذا الفيكتور of length 2 يقع ضمن أي space in 2 space, بدي أوجده in R2. أوكي, هذا الفيكتور يصنع زاوية مقدارها باي على 4 مع محور السينات الموجب, وقديه طوله؟ حيكون طوله 2 يونت. معناته هذا الفيكتور هو عبارة عن xi زائد yj. لكن أنا الx بدلالة البولر مش هي r cosine theta i plus r sine theta j. مين هي الr؟ الr تمثل طول الفيكتور, وقديش طوله؟ 2. معناته 2 في جذر الباي على 4 اللي هي جذر 2 زائد قديه طوله 2 جذر 2 ج. فهذا الفيكتور اختصر 2 على جذر 2 هي رح يكون جذر 2. فهاي الطريقة فقط لما أعطيك الزاوية تنطبق على 2 سبيس. أوكي, معناته في محاضرة اليوم استطعنا إنه نعرف كيف نعين how to find point, ما هي البوينت x y z. اتعرفنا في محاضرة اليوم على معادلة السفير, وتعرفنا على الفيكتورز كيف بإمكانه يكون شكل الفيكتور in 3 space, كيف بإمكاني أجمع 2 vectors, أطرح 2 فيكتورز, وما هو النورم للفيكتور. هلأ بضل علينا عمليتين للفيكتورز أعرفهم, اللي هم عمليتين ضرب. العملية الأولى اللي هي الدوت برودكت. هلأ إحنا الأرقام بنعرف, بنقدر نضرب أرقام, بنقدر نضرب كسور. هلأ هدول الفيكتورز هل بقدر أعمل عملية ضرب عليهم؟ رح نتعرف على عمليتين. الدوت برودكت رح يكون الناتج سكيلر, ورح نتعرف على كمان عملية ضرب اللي هي الكروس برودكت. والكروس برودكت رح يكون الناتج هون فيكتور, ولكن في الدوت برودكت رح يكون الناتج سكيلر. فرح نحكي عن هدول العمليتين, ولما ننهي هذا الموضوع رح يكون في عنا مجموعة هوم ورك تتعلق بالمواضيع اللي مرت معنا في تشابتر 11.